السلام عليكم، معكم مستر جلاد مرة ثانية في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. خلينا نبعد شوية عن وجع دماغ السياسة. الدرس ده مهم جدا لجماعة المبتدئين، الكورس الأساسي يعني في الإنجليزية، وبرضه مهم للجماعة اللي بيعرفوا إنجليزي. علشان كده الدرس ده هعطيه رقم 70 في الكورس الأساسي، وهعطيه رقم 7، شايفين اللزقة دي؟ رقم 7 في الكورس، رقم 3 اللي هو بتاع الناس اللي بيعرفهم انجليزي كويس. ليه؟ لان الدرس ده والخمس دروس اللي بعد كده مهمين جدا، هما دروس جرامر، ولكن جرامر سهل، ما تخافوش من حكايه الجرامر دي، مهمين جدا وبيكملوا بعض. يعني ما ينفعش تسيب درس وتروح للدرس اللي بعده، لازم تاخدهم بالترتيب. ومش عايزكم تخافوا من كلمه جرامر او قواعد الانجليزيه، لانها بتختلف عن قواعد العربيه اللي هم خوفونا منها في المدارس زمان. يعني وانا صغير في المدرسه كنت اسمع كلمه جرامر في الانجليزي اترعش. ليه؟ كنت اقول لنفسي هو انا بعرف انجليزي؟ لما هتشرح لي قواعد الانجليزي ليه جت الرعبه دي في قلبي؟ لان مدرس اللغه العربيه كرهنا في اللغه العربيه بسبب درس القواعد، كان واخواتها وان واخواتها، وبسبب درس الاناشيد الشعر. يعني مدرسين اللغه العربيه كرهونا في اللغه العربيه، خلونا نخاف من كلمه قواعد. ولكن الوضع في الانجليزي مختلف، ما تخليش كلمه قواعد او جرامر يخوفك، لان ما فيهاش خوف، بل بالعكس. قواعد الانجليزي بتعلمك ازاي تتكلم بالطريقه اللي الناس بيتكلموا بيها في الشارع، غير قواعد العربي كانوا بيعلمونا نتكلم بالطريقه اللي كانوا بيتكلموا بيها قبل الاسلام. لا، قواعد الانجليزي بيعلمونا نتكلم بالطريقه اللي عامه الشعب بيتكلموا بيها، فما تخلوش كلمه قواعد ترعبكم ابدا. الدرس ده اسمه Relative Pronouns. Relative pronouns يعني ضمائر الوصل. ضمائر الوصل، ضمائر الوصل who, which, whom, that, and whose. طبعا في when, where, and why، بس دي ما اسمهاش ضمائر الوصل، دي اسمها مش pronoun، دي adverb، يعني حال او ظرف. relative adverb، مش relative pronoun، لا relative adverb. ال where when and why دي ما هيش ضمائر، دي حال او اشرحها في درس تاني. ناخد ضمائر الوصل زي ما قلت لكم، who, whom, which, whom, that, and whose. اول واحد اللي هو who. who معنى الذي او التي او الذين او اللواتي، ما اعرفش تقولها باللغه العربيه، بس هو بمعنى الذي، ينفع للبنت والولد، ينفع للبنات والاولياء، يعني ينفع للمفرد وللجمع، للمذكر وللمؤنث في حالة الإنسان العاقل الفاعل. يعني هنا مثلا شوف، الذي أو التي للمفرد والجمع للمذكر والمؤنث للفاعل العاقل. الفاعل العاقل يعني subject، فاعل يعني subject، خدت بالك؟ طيب ليه أنا بعد كده حطيت that؟ ليه؟ لأن ذات ده لازقة في كل الجمل. يعني ذات برضه الذي أو التي، شوف أنا كاتب هنا إيه؟ بتاع كله، ما بيسيبش حاجة، بياكل على كل الطبليات، بياكل على كل الطبالي. يعني مفرد، جمع، مذكر، مؤنث، عاقل، غير عاقل، فاعل، مفعول به، اسم مجرور، مع استثناءات بسيطة. استنى ما أكتب لكم حاجات بالإنجليزي ونكمل. المفروض أكتبها زي ما انتم شايفين، كتبتها لكم هنا. ذات بتعبر عن الفاعل، هو السبجكت، مفعول به اللي هو الاوبجكت، والاسم المجرور اللي هو بيسموه بالانجليزي اوبجكت اوف بريبوزيشن. اوبجكت اوف بريبوزيشن اللي هو مفعول به مجرور، بيكون مفعول به في حرف جر. الحاجات دي يعني ما تخوفكوش الحاجات دي، لانها مجرد مسميات المهتم بيها الناس اللي عايزين يعرفوا الجرامر، زي طلبة المدارس، طلبة الجامعات اللي هم هيشتغلوا مدرسين انجليزي، طبعا يهمهم يعرفوا المسميات دي. لكن بالنسبة للإنسان اللي عايز يتعلم لغة انجليزية وما يهموش يعني المسميات دي، فمش تفرق معاه يعرفها ما يعرفهاش، ولكن من ضمن الدرس فلازم تتقال، مش هتخسر انك تعرفها طالما كده كده ما انت بتذاكر الدرس، وما تعرفها مش هتخسرك حاجة يعني. يعني زي ما قلت لكم البروناون ذات بيمشي مع كله ما عدا استثناءات بسيطة هتعرفوها في الشرح، عشان كده كتبتها.
ده بالنسبة له وبالنسبة لده. في بقى حاجة مهمة برضو عايزك تعرفوها قبل ما نشرح الدرس، لأن المعلومات دي مهمة. شايفين الكتب الأحمر؟ ضمائر الوصل دايما بتيجي على رأس جمل الوصل. يعني في ضمير الوصل اللي أنا قلت لكم ده، هو which هو that whose، بيجوا على رأس الجملة لما بيكونوا في بداية الجملة. الجملة دي بيسموها جملة الوصل. أنا بقول لكم المسميات دي عشان تحفظوها بالإنجليزي، لأنها هتسهل عليكم بعد كده. هي حاجة مش صعبة ولا حاجة، بس لازم تعرفوها. يعني زي ما عرفت إن ضمير وصل relative pronoun، تعرف جمل الوصل relative clause، ما هيش صعبة يعني. إيه هي بقى جملة الوصل؟ بيسموها إيه بالإنجليزي؟ بيسموها relative clauses، جمل الوصل. جمل الوصل دي ترجمتها بالإنجليزي relative clauses. relative clauses، ضمير الوصل دايما بيكون على رأس جملة الوصل. فجملة الوصل دي بتكون هيكون ليها درس لوحدها، يعني الكلام ده هيكون له درس لوحده، ولكن عايزكم تعرفوا المسميات دي لأن هنحتاجها في شرح الدرس. اعرفوا المسميات، مش مهم تفهموا يعني ايه المسميات، هيكون لها شرح لوحدها بعدين، فما تخليهاش تلخبطكم. انا بس عايزكم تعرفوا المسميات دي. ضمير الوصل هو which بيجوا على راس relative clauses، على راس جمل الوصل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، جمل الوصل نفسها بتنقسم الى قسمين. جمل الوصل نفسهم بينقسموا الى قسمين. اول جمله بيسموها defining relative clauses، او بيسموها restrictive relative clauses. يعني defining او restrictive relative clauses. يعني ايه defining relative clauses؟ يعني جمل وصل معرفة أو مقيدة، بمعنى إنها أساسية لفهم الجملة. يعني جملة الوصل دي بتكون في وسط الجملة الرئيسية، وبتكون جملة الوصل دي أساسية مهمة عشان تفهم الجملة الأساسية، أو بمعنى أصح بتكون مهمة عشان تفهم المعنى المقصود منه بالجملة الأساسية. من غيرها هتفهم معنى مختلف. فعشان كده بيسموها defining أو restrictive relative clauses. يعني جملة وصل الترجمة الحرفية زي ما قلت لكم جملة وصل معرفة أو مقيدة، لكن هي يعني الترجمة العامية إنها جملة أساسية، بيسموها essential، يعني حاجة مهمة لإنك تفهم معنى الجملة الكبيرة. الجزء القسم الثاني من الـ relative clauses بيسموها non-defining relative clauses. non-defining أو non-restrictive. non-defining non-restrictive بمعنى جمل وصل غير معرفة وغير مقيدة، تعطي معلومات زيادة ولكنها غير أساسية لفهم الجملة. non-defining relative clauses يعني جملة الوصل دي ما هيش يعني جمل بتديك معلومات زيادة في الجملة ولكنها مش أساسية، بمعنى إنك لو شلتها من الجملة الأساسية برضه هتبقى الجملة مفهومة واضحة. فهتلاقيها في الجملة، هتلاقيهم كده بيحطوها بين قومتين، قومة في الأول وقومة في الآخر. خدت بالك؟ يعني جملة الوصل اللي هي غير اللي هي نان ديفاينك، اللي هي ما هياش ما بتكونش اساسيه، هتلاقيها في الجمله ما بين قومتين، في قومه قبلها وقومه بعدها. ليه؟ بيقول لك ان الجزء ده من الجمله مش مهم، بمعنى لو شلناه من الجمله برضه الجمله هتبقى مفهومه وواضحه. خدت بالك؟ عشان كده بيقول لك نان ديفاينينج نان ريستريكتيف، يعني هو هيعطيك معلومات زياده ولكن مش اساسيه. خدت بالك؟ ده نان ديفاينينج. اما الجزء الاولاني اللي هو ديفاينينج ريليت اوف كلوز، فهتعطيك معلومات أساسية ما تقدرش تشيلها من الجملة، عشان كده مش هتليها بين قومتين، مش هتلاقي لا في لا قومة قبلها ولا قومة بعدها، هتلاقيها ماشية عادي مع الجملة لأنها مطلوبة أساسية من الجملة. فأول ما تلاقي في جملة طويلة وفي النص كده مجموعة من العبارات بينهم قومتين، تعرف إن المجموعة من العبارات دي لو حذفتها من الجملة برضه هتفضل الجملة مفهومة، ولكنها بتعطيك معلومات زيادة في الجملة. ده اللي أنا عايزك تعرفه لحد دلوقتي. اللي عايزك تعرفه يعني ايه هي ضمائر الوصل، هم ايه، ويعني وضمير الوصل بيكون على راس جمله الوصل. جمله الوصل اسمها ايه بالانجليزي؟ اسمها relative clauses. relative clauses بيكون لها جزئين، defining relative clauses و non-defining relative clauses. defining relative clauses معناها انها جمله بتعطيك معلومات اساسيه في الجمله الاصليه ومش ممكن حذفها من الجمله. non-defining relative clauses او non-restrictive relative clauses معناها جملة وصل بتعطيك معلومات زيادة على الجملة الأساسية وممكن حذفها من الجملة، وهتلاقيها في الجملة الأساسية الجملة الكبيرة محطوطة بين قومتين. أنا عايزكم تعرفوا المعلومات دي قبل ما تكملوا الدرس وتحفظهم،
يعني تحفظ يعني ايه relative pronoun relative clause، المسميات اللي بالانجليزي تحفظوها وتكتبوها وتسجلوها في عقلكم قبل ما تكملوا الدرس. يعني ممكن تعمل بوز او تستار لحد ما تحفظ وتفهم وتخليها تخش في دماغك معنى defining relative clause non defining relative clause، تخش في دماغك. ليه؟ لان زي ما قلت لك الدرس ده بدايه دروس قبل كده، ولو ما فهمتش الجزئيه دي هتلخبطك لما نيجي لما تيجي مثلا تلاقي في درس يقول لك independent clause non independent clause. يعني لو ما فهم يعني لازم تفهمها سنه بسنه علشان ما تتعبش بعد كده. خلاص زي ما قلت لكم احفظوا الكلمتين دول الاول وبعدين كملوا الدرس. نكمل. طيب شوف يا سيدي، انا جبت لكم هنا جمل سهله بسيطه علشان افهمكم ضمير الوصل بيشتغل ازاي، لكن لما بعد ما تفهموه هجيب لكم جمل صعبه شويه، لكن في البدايه انا اللي يهمني دلوقتي تعرفوا الضمير بيشتغل ازاي. عندنا جملتين وفيهم الفاعل مشترك او المفعول به مشترك، فعايزين نوصل الجملتين مع بعض، بدل ما هنقول جملتين نخليهم جمله واحده. فعشان نخليهم جمله واحده بنستخدم ضمير وصل. نقولها بالامثله تبقى اسهل. شوف الجمله دي، علي likes the girl، علي بيحب البنت. اكتبوا الترجمه بالعربي، انا طبعا ما بكتبهاش لان السبوره ما بتاخدش كل حاجه، فترجمه الجمل بالعربي انتوا اكتبوها. يعني مثلا الجمله بتقول علي likes the girl، يعني علي بيحب البنت. شوف الجمله الثانيه بتقول ايه، the girl comes from Cairo، البنت بتيجي من مصر من القاهرة. يعني the girl comes from Cairo، دول جملتين الترجمة البنت بتأتي من القاهرة. عايزكم تكتبوا الترجمة بالعربي هتساعدكم في الفهم بعد كده. طيب عندي جملتين، أول حاجة علي like the girl comes from Cairo. عايزك تبص لجملة الوصل. إيه هي جملة الوصل؟ اللي هي الجملة الثانية مش الأولانية. احنا بنحدد ضمير الوصل بناء على جملة الوصل، وجملة الوصل بتكون الجملة الثانية مش الأولانية، خدت بالك؟ فالجملة الثانية هتلاقي فين اللي مشترك في الجملتين؟ البنت، علي like the girl comes from Cairo، يعني البنت مشتركة. لو حسيت في الجملة الثانية هتلاقي البنت هي الفاعل بتاع الجملة، هنا البنت السبجكت، comes الفعل، Cairo ايا كان ظرف بقيه الجمله، اللي يهمنا ان الجمله فيها فعل وفاعل. وضع الجر وضع البنت في الجمله الثانيه ايه؟ وضعها فاعل. ما تقوليش وضع البنت في الجمله الاولانيه ايه؟ لا انا يهمني جمله الوصل هي الجمله الثانيه مش الاولانيه. لو اشتغلت على الجمله الاولانيه هتتلخبط، اشتغل على الجمله الثانيه. The girl comes from Cairo، يبقى البنت هي الفاعل. علشان اعمل احط ضمير وصل كفاعل عاقل فبيكون هو، زي ما قلنا هو الذي او التي مفرد او جامع مذكر مؤنث للفاعل العاقل. The girl فاعل وعاقل، يبقى نحط محلها هو، هنشيل كلمه the girl ونحط هو. بدل ما الجمله هتبقى علي بيحب البنت، البنت جت من القاهرة، هنقول علي بيحب البنت اللي جت من القاهرة أو التي جاءت من القاهرة. خدت بالك الجملة هتكون إزاي؟ علي يحب البنت التي جاءت من القاهرة، دي باللغة العربية يعني هتكون بالإنجليزي. علي likes the girl who أو that، الاثنين من اللي قلت لكم that دي عاملة زي الملح، موجودة في كل مصيبة عشان كده حطيتها لكم. يبقى نقول علي like the girl who comes from Cairo أو that comes from Cairo، يعني واحدة من الاثنين هو أو ذات، عشان كده تلاقي فيه كومة في النص. خدت بالكم؟ قلنا هو، ليه قلنا هو؟ لأنها البنت مفرد وعاقل وسبجكت فاعل، فعشان كده قلنا هو. دي فكرة الوصل، إن يكون عندك جملتين وعايز تدخلهم في بعض كجملة واحدة. بدل ما تقول علي بيحب البنت، البنت جت من مصر، لا بنقول علي بيحب البنت اللي جت من مصر، دي باللهجة المصرية يعني، علي بيحب البنت اللي جت من القاهرة، بس. Who came from Cairo؟ علي like the girl who comes from Cairo، أو علي likes the girl that comes from Cairo. زي ما قلت لكم that دي عاملة
زي الملح. كل جمل ما عدا حاجات بسيطة هقولها لكم بعدين. طيب ناخد جملة تانية. I found the boy. أنا لقيت الولد. I found the boy. أنا لقيت الولد. The boy was lost. الولد كان تاه. Lost يعني افتقد تاه. The boy was lost يعني تاه. معنى lost هنا تاه. طيب عايز تقول إني أنا لقيت الولد اللي كان تاه. طب وضع الولد في الجملة إيه؟ The boy was lost. The boy هنا برضه subject. وضع الولد في جملة الوصل subject فاعل. فهياخد هو كأداة توصيل. يبقى هقول I found the boy who أو that was lost. I found the boy who أو that was lost. يعني أنا لقيت الولد الذي كان تايه. أو أنا لقيت الولد اللي كان تايه باللهجة المصرية. خدت بالك؟ الولد في الجملة الثانية فاعل. فحطينا بداله هو أو that. هو ده فكرة إنك بتوصل جملتين ببعض. لو جات لك جملة متوصلة كاملة يعني افترض إن الجملة دي جات لك متوصلة كاملة كده مع بعضها. I found the boy who was lost أو that was lost. وقال لك اخرج لي منها الجملتين. ممكن تقول لك الجملة كاملة وقال لك اخرجها لي منها هات لي منها جملة الوصل. خدت بالك؟ يبقى أول جملة I found the boy. أدي جملة الوصل who was lost يبقى the boy was lost. يعني لو انت عاوز تخلق الجملة تطلع الجملتين من الجملة الكاملة سهلة مش صعب. نفس الجملة الأولانية لو عندك علي likes the girl who comes from Cairo عايز تقطعها لجملتين هتبقى الأولانية علي likes the girl والثانية the girl that comes from Cairo لأن هو بتعود على البنت. تعرف ازاي انها بتعود على البنت؟ لأنها هو معناها انها سبجكت. خدت بالك؟ معناها انها فاعل وبتعود على البنت اللي هي جت من مصر. فممكن الجملتين تحطهم جمله باداه وصل او لو جات لك الجمله باداه الوصل تقدر تقطعها. يعني لازم تفهم الاثنين وبالطريقه دي تبقى فهمت الدرس. زي ما انتم شايفين زي ما قلت لكم ذات دي تيجي سبجكت وأبجكت وأبجكت أوف بريبوزيشن. فعشان كده أخلي كلمة ذات دي موجودة هنا لحد ما أعطيكم جمل الثلاث حالات اللي بتيجي فيها يعني. كمل. طيب عايزين نشوف which relative pronoun ضمير الوصل which بيستخدم بتاع كله يعني لغير العاقل ولكنه بيستخدم مع الفاعل يعني بيحل محل الفاعل بيحل محل المفعول به بيحل محل اسم مجرور اللي هو preposition object of a preposition. يعني شوف بقى هنا which الذي والتي لغير العاقل مفرد أو جمع للفاعل وللمفعول به وللاسم المجرور. نقول للاسم مش واسم مجرور وللاسم زي للاسم دي والله ما عارف بتنكتب زي المهم انتوا تعرفوها بقى للاسم المجرور العرب بتاعي بايظ. للاسم المجرور يعني زي وذات بالظبط بيشتغل سبجكت وابجكت وابجكت او بريبوزيشن ولكن ذات بيروح للعائل وغير العائل اما ويتش لغير العائل بس. خلاص عربيات القطط الكلاب. وعلى فكره في ملاحظه بالنسبه للقطط والكلاب هنا في امريكا بيعتبروا القطط والكلاب عائل. والله ما تضحكوش علي القطط والكلاب ما بيعطوهاش ويتش بيعطوها هو. تخيلوا بس الكلام ده في امريكا وفي اوروبا. ليه بيعتبروا القطط والكلاب ولادهم القطط والكلاب بس مش كل الحيوانات. كل الحيوانات تاخد ويتش لكن القطط والكلاب بيعطوها هو. ولكن انا طبعا في الشرح مش هعطيها هو لان انا متاكد ان انتوا في مصر وفي الدول العربيه بتعطوها ويتش. لكن انا بس حبيت اعطيكم النقطه دي عشان لو مثلا جيتوا تذاكروا تقروا في كتاب ولقيتوه بيعبر عن القطه او الكلب بهو ما تستغربش.
خدت بالك هنا في امريكا وفي اوروبا بيعتبروا القطط والكلاب ولادهم بني ادمين يعني. فبنشوف انا سبت الذات لانها لسه ماشيه معانا. شوف الجمله الاولانيه بتقول ايه؟ طبعا جايب لكم جمل سهله علشان دي هتساعدكم في فهم ادوات الوصل ببساطه اكثر يعني. I bought the car يعني انا اشتريت العربيه. وزي ما بقول لكم اكتبوا الترجمه بالعربي، مش لازم انا اكتبها على السبورت. انا بقولها بقول اكتبوها. I bought the car انا اشتريت العربيه. The car needs repairs العربية محتاجة تصليحات. The car needs repairs العربية محتاجة تصليحات. فين جملة الوصل هنا؟ جملة الوصل الجملة الثانية. فين الاسم المتكرر في الاثنين؟ The car. طيب The car هنا وضعها ايه من الإعراب؟ وضعها فاعل subject. طيب وفي نفس الوقت The car ما هو غير عاقل، طالما غير عاقل يبقى هياخد which. وفي نفس الوقت زي ما قلت that بتمشي مع كله الا باستثناءات بسيطه لما تيجي اعرفكم. يبقى نيجي نعمل بقى نحط الجملتين دول في جمله واحده. هنقول ايه؟ I bought the car which او that needs repair. شلت the car وقلت وحطيت بدلها which او that. I need the car which needs repairs. I bought the car that need repairs. Need repairs. خلي بالكم هنا قلنا needs حطينا الاس لانها بتعود على العربيه. لازم يعني I bought the car مش ما تخليش كلمة which أو ده تنسيك إن الفعل ده لازم يتحط فيه S لأنه بيمشي مع الكار. ما تخلوش الكلمة اللي في النص تنسيك حرف الـ S ده. يعني اتنسى قبل كده. خلاص يبقى I bought the car which أو that needs repair. فاكرين بقى في الأول لما قلت لكم اعرفوا اللي هي relative clause جملة الوصل، وقلت لكم في defining relative clause او restrictive relative clause و not defining relative clause not restrictive relative clause. دي جملة الوصل which needs repair. ده من هنا which needs repair هي دي بيسموها جملة الوصل. خلاص وقلت لكم جملة الوصل نوعين زي ما قلت لكم في defining relative clause يعني جملة وصل أساسية او non defining relative clause يعني جملة وصل غير أساسية. هنا جملة الوصل أساسية ما تتغرش في الكوميدي. الكوميدي بتقول لك اختار واحدة من الاثنين إما which أو that، لكن أصلا المفروض ما فيش كومة لأن أنا حطيتها عشان نختار واحدة من الاثنين. ليه؟ لأن لما تكون جملة الوصل أساسية ما بيتحطش كومة، فما تخليش الكومة دي توهك. يبقى دلوقتي which needs repair دي من أول هنا لهنا بيسموها جملة الوصل relative clause. وطالما انها جمله اساسيه في الجمله الرئيسيه فدي بيسموها defining relative clause restrictive relative clause. خدت بالكم؟ طيب طبعا ده هيبقى درس لوحده ولكن على الماشي بقول لكم المعلومات دي. الجمله الثانيه I found the money يعني انا لقيت الفلوس. The money was lost الفلوس كانت ضايعه. The money was lost الفلوس كانت ضايعه. طب الفلوس دي بقى جملة الوصل اللي هي الجملة التانية فيها الفلوس هي السبجكت والفلوس برضو غير عاقل. فلما نيجي نحطها ونوصل الجملتين ببعض برضو هتاخد إما which أو that. نفس زي الجملة الأولانية I need the money which أو that was lost. I need the money I found the money which was lost أو I found the money which that was lost. تاخد لك واحدة من الاثنين. خدت بالك؟ برضو which was lost أو that was lost دي بيسموها هي جملة الوصل relative clause. وفي نفس الوقت دي اسمها defining relative clause جملة وصل أساسية رئيسية يعني أو restrictive relative clause. يعني اكتبوا الكلام ده بالعربي عشان هيسهل عليكم فهم الموضوع ده خاصة إن الجمل دي بسيطة. ماشي نكمل. خلي بالك أنا قلت إن which بتعبر عن الفاعل غير العاقل والمفعول به وفي نفس الوقت الاسم المجرور. فالجملة اللي قبل كده بينت لك which وهي بتعبر عن السبجكت. في الجملتين دول هعبر لك عن الأبجكت اللي هو المفعول به والبريبوزيشن لأبجكت أو البريبوزيشن اللي هو مفعول به مجرور أو اسم مجرور كلغة عربية فصحى يعني.
شو الجملة دي؟ نفس الجملة I found the money، أنا لقيت الفلوس، ولكن شو جملة الوصل بقى بتقول إيه؟ علي lost the money، علي ضيع الفلوس، علي lost the money يعني علي ضيع الفلوس. وضع الماني في الجملة دي إيه؟ وضعها مفعول به، ومش بس مفعول به، لا ده مفعول به مباشر اسمها direct object، لأن بالنسبة للجماعة اللي عايزين يفهموا جرامر اللي هم الطلبة أو طلبة الجامعات اللي هم هيشتغلوا في تدريس الإنجليزي، لازم يعرفوا إن في حاجة اسمها في الإنجليزية حاجة اسمها مفعول به مباشر ومفعول به غير مباشر، بمعنى direct object و indirect object. وأنا شرحت الجزئية دي قبل كده، اللي متابعني بالترتيب أكيد عرفها، واللي ما يعرفهاش المفعول به المباشر اللي هو محتاجينه في الجملة، يعني الجملة ما تنفعش من غيره. المفعول به الغير مباشر اللي هو بيكون زيادة في الجملة، بمعنى إنك لو شلته من الجملة برضو الجملة تبقى كاملة ومفهومة ومعناها مفهوم. هنشوف الجملة دي بتقول إيه. علي lost the money. طيب the money مفعول به مباشر، لأن لو شلت the money من الجملة هيبقى علي lost. علي lost إيه؟ ما هيش جملة كاملة، فكلمة the money بتكمل الجملة، عشان كده بقى the money مفعول به مباشر بيسموها direct object. الجزئية دي بتوع جرامر يعني، أما الناس اللي عايزين يتعلموا إنجليزي فما يصدعوش دماغهم بالجزئية دي، الجزئية دي للناس اللي عايزة جرامر. طيب وضع المتكرر في الجملتين الفلوس، والفلوس هنا وضعها object، وطبعا الفلوس وضعها غير عاقل، فطالما غير عاقل هتاخد which، احنا قلنا which تبقى غير العاقل للفاعل والمفعول به، خدت بالك؟ فعشان كده مش بس which، وفي نفس الوقت برضه that، احنا قلنا ذات بتبقى الذي او التي بتاعت كله، مفرد وجامع ومذكر ومؤنث، عاقل وغير عاقل، شايفين؟ قلنا ذات بتاخد الاثنين عاقل وغير عاقل، فاعل ومفعول به، واسم مجرور مع بعض الاستثناء، يعني ذات ماشي مع كله. فالجمله هنا عشان نحط الجملتين دول ببعض هنعمل ايه؟ ضمير الوصل بالنسبه للجمله الثانيه هيكون which أو that، لأنه مفعول به ومفعول به غير عاقل، فإما which أو that. فالجملة هتبقى إزاي؟ I found the money which علي lost، أنا لقيت الفلوس اللي علي خسرها، أو الذي علي خسرها، أو I found the money that علي lost، برضه نفس الشيء، أنا لقيت الفلوس الذي علي خسرها، باللهجة المصرية بنقول الفلوس اللي علي خسرها. I found the money which I lost. I found the money that I lost. نفس المعنى، ولكن هنا which أو that بتحل محل مفعول به direct object، مفعول به مباشر، خدت بالك؟ طب نشوف الجملة دي برضو. I found the money. They spoke about the money. يعني أنا لقيت الفلوس، الجملة الوصل بتقول إيه؟ They spoke about the money، يعني هم اتكلموا عن الفلوس. طيب the money هنا وضعها من الإعراب، the money هنا بسبب وجود كلمة about وضعها من الإعراب بيسموه object of a preposition. حرف الجر ده، حرف الجر about تسبب في إنها يسموها object of a preposition، حرف الجر ده بسبب about. وطبعا حروف الجر كتير، حروف الجر كتير، وجود about في الجملة خلى الماني بقت مفعول به، ولكن زي ما تقدر يعني تقدر تقول مفعول به مجرور، لو تاخد ترجمة حرفية لكلمة object of a preposition يعني مفعول به مجرور، ولكن مدرسين اللغة العربية في مصر بيسموها اسم مجرور. ف the money هنا اسم مجرور، وزي ما قلنا قبل كده برضه هنحط which أو that، لأن الاثنين بيخدم بيحلوا محل مفعول به والاسم المجرور، which لغير العاقل، that للاثنين. ففي الحالتين هنقول I found the money which they spoke about، أو I found the money that they spoke about، يعني أنا لقيت الفلوس اللي هم اتكلموا عنها، which they spoke about يعني اللي هم اتكلموا عنها، أو that they spoke about اللي هم اتكلموا عنه. طبعا spoke الماضي بتاع speak يعني اتكلم اتحدث الماضي، خدت بالكم؟ عرفتم التركيبات بتبقى ازاي؟
يعني حكاية object or preposition دي مت يعني ما تلخبطكوش، دي حتة للجماعة بتوع الجرامر عاوز يعرف، لكن الناس اللي بيتعلموا انجليزي عادي ما تهتمش بما يعني ايه اسم مجرور ولا مفعول به مجرور، ما تفتش ما تهمكش، دي اللي بتوع الجرامر بس. لكن انت عايز تتعلم انجليزي هتقول I found the money which they spoke about، وما جبتش حاجة من عندك لان الجملة ما هي they spoke about the money، شلت الفلوس وقلت which they spoke about، يعني ما ألفتش حاجة، خدت الجملة شلت الفلوس وحطيت الضمير الوصل اللي بيتماشى معاها. خدت بالكم؟ ماشي نكمل. على فكرة أي حد مش فاهم أي حاجة بعتوله رسائل ونشرح تاني، ليه؟ لأن ابتداء من الدرس ده الخمس دروس قدام تقريبا كلهم يكونوا مرتبطين ببعض، لو في أي حد مش فاهم أي حاجة بعتلي في الرسالة بحيث الدرس اللي جاي أقدر أوضحها تاني. طب خلينا ناخد ضمير الوصل whom. whom احنا فاضل لنا whom و whose. خلينا ناخد ضمير الوصل whom. ضمير الوصل whom بيحل محل المفعول به في العاقل، سواء كان ولد أو بنت، يعني مفرد أو جمع، مذكر أو مؤنث، طالما عاقل إنسان بني آدم ومفعول به مش فاعل. يعني هنا مثلا هوم الذي أو التي للمفرد والجمع للمذكر والمؤنث العاقل، ويحل محل المفعول به والاسم المجرور اللي هو object of a preposition. نديكم شوية جمل عشان تفهموا أنا بقول إيه. طبعا نفس الجمل البسيطة عملت تغييرات بسيطة، لأن زي ما قلت لكم الهدف من الدرس إنكم تفهموا التوصيلات بتتوصل إزاي، فما حبيتش أجيب جمل معقدة، جمل بسيطة عشان يبقى سهل فهمها على طول، ولكن هجيب جمل صعبة في نهاية الدرس، درس طويل ما تخافوش. شو بقول لك؟ I found him. خلي بالك قبل كده كنت قلت I found the boy، المرة دي قلت هند. هند ده بيسموها في مصر اسم علم، أسماء العلم اللي هي الأسماء اللي بتبدأ بحرف كابيتال بيسموها أسماء علم، زي أسماء البني آدمين، أيام الأسبوع، الشهور، اللي هي أنا شرحت أنا الناونز في درس اسمه ناونز، اللي هو بيسموها بروبر ناون، في بروبر ناون وفي كومن ناون. بروبر ناون اللي هو ده اسم علم، أنا عامل درس مخصوص اسمه الأسماء، لازم تروحوا تعرفوه عشان تعرفوا الفرق بين الاسم العالم هو proper noun والاسم الشائع هو common noun. الاسم العالم دايما بيبدأ بحرف كبير capital، سواء كان في أول الجملة، في نص الجملة، في آخر الجملة، على طول يبدأ بحرف كبير. أنا غيرت هنا، شلت the boy وحطيت hand. على سبيل المثال the boy ده common noun اسم شائع، أما hand proper noun اسم عالم. I found the hand. طيب هند was lost. هند كانت تايهة. وضع هند ايه بالاعراب؟ هنا فاعل subject. طيب عايزين نحط الجملتين دول مع بعض زي ما عملنا قبل كده، في قبل كده هنقول I found hand who أو that was lost. طيب ايه الفرق بين الجملة دي والجملة اللي فاتت؟ هنا هند اسم عالم، والجملة اللي فاتت كان the boy اسم شائع مش اسم علم. الفرق ان مع الاسم العلم ما نستخدمش ذات، دي ما تستخدمش، مع الاسم العلم ما نستخدمش ذات، نستخدم هو بس. شفتوا مش انا قلت لكم ذات فيها حالات استثناءات، من ضمن الاستثناءات دي ما نستخدمهاش مع الاسماء العلم اللي هي proper noun. فهنقول I found the hen who was lost. ما فيش ذات. في ناس بيغلطوا في الموضوع ده، حتى مدرسين انجليزي بيغلطوا في الموضوع ده على فكرة، مدرسين بيدرسوا في المدارس وبيغلطوا في النقطة دي. طيب شو الجملة الثانية؟ I found hand. الجملة الثانية محمد met hand. يعني أنا اكتبوا الترجمة بالعربي، يعني مش لازم أنا أكتب لكم الترجمة، يعني لو هكتب ترجمة مش هقدر أعمل جمل كتيرة، اكتبوا انتوا الترجمة. I found hand يعني انا لقيت hand. found هي الماضي من فعل find يجد. محمد met hand. met يعني قابل، هي الماضي من فعل meet يقابل. محمد met hand. ايه وضع hand هنا من الاعراب؟
وضع هند مفعول به، ولكن مفعول به مباشر. خلي بالكم النقطة دي، مفعول به مباشر direct object. ليه؟ لأن هتفيدنا بعدين بالنسبة للجماعة اللي همهم الجرامر. وضع هند في الجملة دي مفعول به مباشر direct object. اكتبها لكم هنا علشان نبقى عملنا اللي علينا. هند موقعها من الإعراب direct object، مفعول به مباشر. طيب لما نيجي نحطها في الجملة، نعوضها في الجملة، هنحط بدلها whom، لأن زي ما قلت whom بنحطها في المفرد والمذكر، الجمع والمفرد للواد والبنت، جمع ومفرد وللعاقل، وبيحل محل المفعول به، وطبعا الاسم المجرور اللي هو object of a preposition. يبقى هنقول I found the hand whom أو that محمد مات. طبعا برضو مش هنستخدم that. ليه؟ لأن طالما hand اسم عاقل ما نستخدمش that. لو كان اسم غير عاقل كنت قلت مثلا the girl أو the boy كنت استخدمت that. لو ما كان بدل hand دي كنت قلت the girl البنت أو the boy الولد، حطيت ذات لان ما كانش ساعتها يكون اسم عقل، اسم عالم يعني. فالذات دي انا حطيتها لان في ناس بيغلطوا، فانا حطيتها علشان اشيلها عشان اقدر اعرفك الفرق. يبقى الجمله هتقول I found him whom محمد مات. انا قابلت، انا لقيت هند اللي محمد قابلها. اللي هم يعني اللي محمد قابلها، وضع مفعول به، مفعول به مباشر، هم محمد مات، اللي محمد قابلها، التي محمد قابلها. خلينا نشوف جملة ثانية برضو نفس الشيء. I found hand، نفس الشيء. They spoke about hand، هما اتكلموا عن hand. أنا قلت اتكلمت بس كان ساعتها the boy. إيه الفرق؟ عايزين نحطهم الجملتين مع بعض، نفس الشيء. هنقول I found hand whom أو that they spoke about. طبعا مش هنقدر ناخد that علشان hand اسم عالم. يعني أنا حطيت الجمل دي عشان أعرفكم استخدامات whom، وفي نفس الوقت أعرفكم فين ما بنستخدمش that. يبقى الجملة هتكون I found him whom they spoke about. أنا لقيت him اللي هم اتكلموا عنها. Whom they spoke about، اللي هم اتكلموا عنها. لو تلاحظ هنا إن him وضعها من الإعراب اللي بيسموه مفعول به مجرور object of a preposition علشان about، مش مفعول به direct object، لا هنا اسمها object of a preposition اللي انا كنت كاتبها في الصفحه اللي فاتت. object of a preposition انا كاتب الكلام ده في الصفحه اللي فاتت، اللي هي بيسموها اسم مجرور بالانجليزي object of a preposition. ليه؟ علشان about. ناقص لما تكون هند موضعها في بالإعراب مفعول به غير مباشر، ولكن الحتة دي جرامر مهمة، عشان كده هخليها لوحدها لأنها تهم الجماعة اللي همهم الجرامر يعني، عشان كده ما كتبتهاش دلوقتي، هعملها لوحدها. فهمتوا الحاجات دي؟ يعني ناقص هنا لو هند موضعها من الإعراب مفعول به غير مباشر indirect object نعمل إيه؟ دي حتة جرامر مهمة، عشان كده هخليها لوحدها لطلبة المدارس، طلبة الجامعات، أو المدرسين الإنجليزي يهمهم الجزئية الصغيرة دي. آخر حاجة معانا في ضمائر الوصل، ضمير الوصل whose. whose ده ضمير وصل بيستخدم في حالة الملكية أو الانتماء، معنى حاجة بتنتمي لحاجة، حاجة بتمتلكها حاجة تانية، ملكية أو انتماء بنستخدم معها whose. whose ما بنستخدمش معها that، يعني من ضمن الحالات اللي ما نستخدمش that هي whose، ما ينفعش معها that. شوف بتسجل ولا لا؟ بتسجل، ما فيش that. خلاص، حالة الملكية أو الانتماء
ما بيجيش معاها ذات. ناخد جملة برضو جمل بسيطة، وزي ما قلت لكم عايزكم تكتبوا الترجمة اللي أنا بقولها، ترجمة الجمل. لو كنتوا عايزيني أنا اللي أكتب لكم الترجمة على السبورة عرفوني في الرسائل، ولكن في الوقت ده بدل ما هيكون مثلا 6 جمل على السبورة هيكون في 3، لأني مضطر أخد سطر إنجليزي وسطر عربي. فأنتوا عرفوني إيه اللي بتفضلوه، أحط لكم مثلا 6 جمل وأنتوا تكتبوا الترجمة اللي أنا بقولها بالعربي، ولا أحط لكم 3 جمل وأكتب جملة إنجليزي والترجمة بتاعتها بالعربي، قولوا لي إيه الأفضل بالنسبة لكم وأنا أعملها. الجملة الأولانية بتقول I found the money، أنا لقيت الفلوس. الجملة الثانية بتقول اللي هي جملة الوصل، دي جملة الوصل، The color of the money is green، لون الفلوس أخضر. The color of the money is green، طبعا زي لون الدولارات. طيب عايزين نشوف ايه اللي بتتكرر هنا، الفلوس، وضع الفلوس ايه من الاعراب هنا. I found the money، the color of the money is green، تحس ان اللون بينتمي للفلوس، يعني اللون الفلوس اخضر. ففي الحالة دي بنستخدم ضمير الوصل whose. ازاي هنقول I found the money whose color is green. طبعا انا كتبت لكم ذات وشطبت عليها عشان اعرفكم ان الذات ما بتستخدمش مع هوز، حالة الملكية ما فيش ذات. يبقى هنقول I found the money whose color is green، يعني انا لقيت الفلوس اللي لونها اخضر. whose color، whose color اللي لونها، الذي لونها او التي لونها. هي دي الطريقة اللي بيتكلموا هنا بأمريكا، هي دي طريقة الكلام بتاعتهم، الناس في الشارع بيتكلموا بالطريقة دي. ولكن ممكن تقول نفس الجملة بطريقة تانية، ممكن تقول لي مثلا The color of the money is green، وضع الفلوس ايه من الإعراب؟ وضع الفلوس هنا السبجكت، الفاعل اللي هتقول، لأن الجملة بدل The color of the money is green معناها The money's color is green. The money's color يعني لون الفلوس أخضر، الفلوس في الجملة دي تعتبر سبجكت. فتقدر تقول جملة، ممكن تنكتب الجملة بالطريقة دي I found the money which the color of is green. برضه نقول which، ولكن برضه مش هنقول that لأنها دي جملة فيها ملكية، الفلوس تمتلك اللون الأخضر أو اللون الأخضر بينتمي للفلوس. فتقدر تقول الجملة يعني هي تعتبر صح، ولكن الأمريكان بيفضلوا whose. لكن أنت تقول، ممكن تقول I found the money which the color of is green، صح، ولكن الأفضل I found the money whose color is green. whose ده دي الأصح، دي صح، ولكن الناس بيستخدموا دي. الجملة الثانية I found the boy، the boy's father is a soldier، نفس الشيء. فشوف يعني قلت لكم هنا the money's color، هي جت هنا the boy's father، the boy's father is a soldier. I found a boy، أنا لقيت الولد. The boy's father is a soldier، أبو الولد عسكري. وكلمة soldier بتتنطق soldier، soldier ما بتتنطقش soldier ولا soldier ولا soldier، لا soldier، تحس إن في حرف الجي لازقة في الدي، soldier soldier، جا جا حاجة زي كده soldier. طيب هتقول I found the boy whose father is a soldier. I found the boy whose father، أبوه whose father. خدت بالك؟ تقدر تقولها بطريقة تانية زي ما قلنا دي، ولكن الصح هو whose father is a soldier. طيب جملة تالتة These are the box، هي دي الكتب. These are the box، هذه هي الكتب، أو هؤلاء، أو يعني بالجمع، يعني هي دي الكتب باللغة المصرية. These are the books. She spoke about the books، هي اتكلمت عن الكتب. وضع الكتب إيه من الإعراب؟ قلناها قبل كده، الكتب دي وضعها من الإعراب اسم مجرور، مفعول به مجرور، object of a preposition. بالإنجليزي object of a preposition، بالعربي اسم مجرور. هيكون بنحب
حطهم في جملة واحدة هنقول these are the books which أو that she spoke about. These are the books. طبعا the books بتاخد which وبتاخد that. الاثنين سهل لنا في حالة مفعول به. خدت بالكم؟ These are the books which أو that she spoke about. الجزئية اللي جاية فيها حتة جرامر. اللي عايز يكمل من اللي عايز يكمل يكمل، اللي مش يعني طلبة المدارس وطلبة الجامعات اللي هم هيشتغلوا في التدريس للغة الإنجليزية بعد كده يكملوا الفيديو، لأن الجزئية اللي جاية مهمة لأنها جرامر بحت. إنما الجماعة اللي هم عايزين يتعلموا لغة فممكن ما يكملوش لحد كده. نكمل.